إخوان السلام عليكم. غادي رحنا هنايا في الديوانه في الانصار في الناظور، واحد النصيحه بالنسبه للكليان اللي كيصيفطوا معنا الحوايج. ها هما كاع حلوا لنا في الديوانه ساك بساك، غير واحد النصيحه اللي كيدير التليفون في الساك في السيكان، حنا كنديكلاريو عليه، كنقولوا له في الاول واش عندك تليفونات، كيقول لك اودي ما عنديش، كنلقاوه في السيكان. ها هما كاين اللي حيدوا لهم التليفونات من السيكان لصحاب وجده، اصحاب اي واحد من الكليان. هذه كنصحوه من مره اخرى، راه كل واحد كيتحمل المسؤوليه ديالو، راه اللي لقاو له شي تليفون في الساك ما كيديكلاراش راه كيمشي. ها انتم كلشي حلوه لنا. وبالنسبه لديك ديودورو اللي كيدير خمسه سته تاع ديودورو، بالنسبه بحال هذا لي كوفرلي هادو راه محسبوهم لنا واحد بواحد. ها انتم تشوفوا كلشي كيتعشر. ها بالنسبه لي كوفرلي الطابيات، كاين اللي داير 10 تاع الطابيات، كاين اللي فهمت بزاف بحال لي بارفان عاوتاني، كاين الريحه راه ممنوع، ديودورو ممنوع، اي حاجه اللي كتعدى خمسه تاع الحوايج من الحاجه ولا سته تاع الحوايج راه ممنوع، غير باش تعرفوا. ها نتوما تشوف كلشي حلوه. بالنسبه لاهم حاجه هو التليفونات ما يداروش في السيكان، اللي دار شي تليفون في الساك راه كيديوه له، غير باش تكونوا في العلم ديالكم مع الاخوان. هما دابا حيدوا لنا جوج من السيكان، حنا كنديكلاريو لكم التليفونات اللي عطاه لنا اكسترا في اليد، راه حنا كي كنجيو عند الديوانه كنقولوا لهم عندنا خمسه ولا 10 تاع التليفونات، لابد راك غادي نعشر عليهم ديك البركه، حنا راه حنا دايرين واحد الثمن التليفون، انتم راكم عارفين. بالنسبه اللي داروا في الساك راه اي حاجه اللي دارها راه يتحمل مسؤوليتها، هي باش تعرفوا. صافي الاخوان، هاد الروتار كاع بسبب هاد الشيء هذا اللي درنا هاد الروتار، هما التليفونات وهاد بحال ديودورو بحال الريحه بحال اللي داير خمسه سته. شوف ها هما دايرين واحد اخر في الروح. المهم الاخوان ها هو خصكم باش يكون في العلم ديالكم، وهاد الروتار كاع بسبب هاد المشكل تاع التليفونات اللي فتنا في السكانيرا، شافوهم في السيكان، هو اللي جعلنا داروا لنا هاد الروتار هذا.